اللوحه دي معلش لحد اللوحه دي العموميه جابتنا هنا اللوحه الفرعيه بتاع الكيدج رقم ايه؟ رقم واحد لا واحد دي ايه؟ اهي ودي الكيدج رقم بي تمام؟ دي اللوحه الفرعيه بتاعتنا عشان افتح اللوحه افتح الزرارين دول تمام؟ كده انا فتحت ايه؟ فتحت اللوحه تمام. بعد كده ار اس تي ام بي وام بي تحت خلي بالكم عندي 2 ام بي انا لو اخد مثلا ده 220 احنا بنقول من 220 لحد كام 100 كيلو هاي فولت ترانسفورمر او جوه ده حوالي من 220 لكام 100 كيلو يعني انا عايز فازه واحده بس مع الارض مظبوط ادي الفازه مع ايه الام بي ده الارض طب ايه الفرق ما بين الام دي بقى والام دي بيه ده في اوفرلود يعني وقت طبعا ده هيحصل ان بالانس مليون الميه هيحصل ان بالانس انت شغال على فازه واحده تمام من الثلاثه فيحصل ايه ان بالانس هيحصل هيروح فين الان بالانس ده في الارض تمام؟, تمام الارض ده كده مش محمي معلوش حمايه تمام الارض اللي تحت هيبقى ايه محمي ووز اوفر لود هتلاقيها ايه بص معايا ده ارضي بس عليه ايه اوفر لود اول ما بيزيد عن تيار معين يروح ايه فاصل هنا مش شغال الاوفر لود عندي مش شغال فانا خدت دي زي دي ما تفرقش معايا تمام خدت بعد كده التوصيله دي روح اديتها فين على الترانسفورمر نعم وقت البريك داون تمام هيمر طيار تمام الطيار ده المفروض ان هو اوفر لود اه مش هو مش هتعمل ليميت بس مش هتمحيه هيبقى يفضل فيه معنى ان انت عامل شورت على اللايف ترانسفورمر ده غلط معنى انه يمر طيار اصلا في اللايف ترانسفورمر ده غلط تمام فلازم ايه افصل واضحه الفكره قول انت الاراضين اصلا النيوترال الحاجات انت بتقيس فين اللي بيقيس الاراضين النيوترال مش ايه بنتكلم اصلا على التيار اللي يمر في الترانسفورمر الاراضين النيوترال ازاي لا في 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 النيوترال اللي هو اصلا في جسم الاجهزه ده لما يحصل حاجه على جسم الجهاز نفسه لا انا بتكلم ان احنا هنا حضرتك بتقول اكيد هيحصل امبالانس عشان واخدين الفازه بس تمام طب ما هو كده بيطير الامبالانس ده هيبقى لك في الارض هيبقى في الارض بس ما فيش اوفر لود مش هيفصل اوتوماتيك انا اللي هفصل تمام ممكن يحصل اوفر لود عند رينج اقل من السيتنج اللي انا حاطه معايا ولا ايه مش واخدين بروتكشن مش بيبقى ليه سيتنج الاوفر لود ممكن يحصل ايه اوفر لود بس بسيتنج اقل من السيتنج الطبيعي تمام فانا ممكن كده كده انا اللي هفصل يدوي مش هستنى الاوتوماتيك سيرفس بعد ما تشتغل الاوفر لود قصدي التيار مثلا البريك داون ده بيبقى عالي اصلا بيبقى عالي جدا بالنسبه لاي لود انا او يعني الاوفر لود ده بيتعمل على اساس لود معين انا بظبطه لو حتى بالملي امبير لو تيار قليل تمام ما ينفعش يمر اصلا في السكندري بتاع الهاي فولت ترانسفورمر تيار اصلا ما ينفعش تمام حاجه ايه بسيطه جدا الوقت قليل جدا انما ما ينفعش يمر كونتينوس التيار في ايه في الهاي فولت ترانسفورمر ما ينفعش تمام الهاي فولت ترانسفورمر ده للتست يدي للفولت بالنسبه للكيلو فولت يدي تيست تمام يعمل تيست على حاجه بس وقت ما يحصل تيار في ايه اوفر لود بامبيرات اللي هي يعني مثلا لاحماض صغيره انا بحط هنا ده من فولت امبير ده هيقلب لي بره ايه انت على حاطط على البرايمر وانت بتحسب في السكند اللي ممكن ملي امبير يقلب في اللو فولت ترانسفورمر كرنت كبير واصله ولا ايه؟ ايوه يعني انا حاطط اصلا كل ده في الايه؟ في البرايمري في اللو فاكيد هيبقى تيار كبير انما في الهاي هيبقى تيار صغير جدا تمام؟ وممنوع كمان ايه المفروض ان هو ما يمرش التيار كمان الصغير ده في السكند لانه هيبقى شرطة على الهاي فولت ترانسفورمر الهاي فولت ترانسفورمر خصيصا ان هو يطلع فولت تمام؟ طيب فزي ما احنا شايفين بقى شوف التوصيله بتاعتك اهي باخد ال 220 بحطهم على ايه؟ اوتو ترانسفورمر اللي هو ده هنعتبر ده مثلا زيرو ده ال 100% رحت جاي اهو من اللاين مع النيوترال حطيتهم على ايه؟ على الاوتو ادي الصفر ركز ادي الصفر وادي ال 100% دول الطرفين اهو تمام؟ خدت بعد كده الطرف المتغير حطيته ايه؟ خلي بالك سيريس احنا نمشي سيريس الاول الطرف المتغير حطيته على الاميتر ومن الاميتر على الفولتميتر ومن الفولتميتر رجعت تاني على ايه؟ على الاوتو ترانسفورمر رحت جاي من الطرف المتغير رحت حطه على ايه؟ الاميتر من الاميتر والفولتميتر من الفولتميتر رجعت تاني على الطرف الايه؟ الساب اللي هو الصفر تمام كده؟ نعم المتغير اللي في النص ده كده ايه؟ التوصيله السيريس دي بعد كده خدت بارل من على هاي فولتج من على اللو فولتج ترانسفورمر لايه؟ لايه؟ للهاي فولتج ترانسفورمر خدت اهو بارل اهو بارل اهو تمام ماشي رايح هناك رايح هناك
فين هيخشوا جوه؟ جوه، هنخش جوه الكيدج دلوقتي. بارل اللي هو بريسك جوه ماشي، بارل مركزين معايا. واللوفل ترانسفورمر ده انا عملت عليه واحد بارل برضه هيقرا له تمام، بحيث ان ده مش هتعرف تقرا فيه تدريج من 50 ل 100. طب لو قيمه ما بينهم أيوة. لا انا خدت قيمه ايه ديجيتال بحيث انت تجيب القيمه بالظبط واضحه. وده الكريست، ده الكريست عشان هنشوفه من جوه بقى ازاي. تعالوا بقى نشوف احنا ده ايه. على جسم بقى، على الجسم بتاع الكباسيتور نفسه ده اللي ايه مسؤول عن التفرغ. تمام، خلي بقى الفراغه في الارض صح؟ الفراغه طبعا الفراغه في الارض او دي شبكه الارض. شوف الشبكه، شبكه الارض بقى بتاعت الايه؟ بتاعت المبنى نفسه بره ايه كابلات اهي. بعد كده خدنا من الهاي فولت ترانسفورمر وادينا الكابلين دول بقى على ايه؟ على الهاي فولت ترانسفورمر. ادي الكابل اهو، ادي الكابل اهو، الكابل ده البرايمر بتاع الهاي فولت ترانسفورمر يو في سمول، ده البرايمر. وده الهاي فولت ترانسفورمر زي ما انت شايف صغير، حجمه صغير بس عزله كتير، مرفوع على الارض والكلام ده كله تمام، بيمر فيه تيار قليل الكلام ده كله. ده مقارنة يعني ما بين البارت والترانسفورمر اللي احنا قلنا عليه المرة اللي فاتت. بس ليه اطراف، ليه طرفين، ليه برايمري وليه سكندري فوق. ماشي، البرايمري انا وصلت اهو وده الارض نقطة ايه تعالى. خلي بالك بقى نلف كده واحد او اثنين كده تعالى، هلاقي ايه؟ هلاقي على الكونكشن، وده المهم جدا، يو في اكس ايه؟ يو في اكس. وتحت الكونكشن بيقول لي لو انت في ايه انهي في؟ الفي بتاعت السكندري، وقت ما البرايمري هو خلاص خد الكابل بتاعه تمام. السكندري بقى عندك في كالورا، عندك في، عندك اكس، عندك ايه يو. بيقول لي لو خدت، لو حطيت الفي على الارضي ماشي، تاخد من الاكس 50 وتاخد من اليو كام 100. طب لو حطيت هنا، حطيت الارض هنا يبقى تاخد من دي 50 وتاخد دي 50 تمام. طب لو حطيت دي هنا العكس بقى، اهو كل الكونكشن ديت ايه موجوده، لازم لكم صور تمام. يبقى ده الكونكشن بتاعي بالنسبه للهاي فولتج. انا عايز 100 فرحت حاطط الارض هنا، الارض رحت رافعه هنا تمام، واخد من الايه من اليو على امشي سيريس دايما من من الهاي فولتج رايح على ايه على الكباستور تمام. بس كده انا واخد الجهد كله اه، واخد ال 100 كيلو حاططهم بقى ازاي على الكباستور، ومن الكباستور للكريست، والكريست راجع تاني الارض تمام. ادي اهو من الهاي فولتج على ايه على الكباستور اهو، الكباستور 100 بيكو، 100 بيكو فراد اهو تحت تمام. انا حددت ال100 دي ازاي؟ حد شاطر يقول ليه حطيت 100 بيكو فراد؟ حسب الكريست، الكريست لو بصيت عليها الاقي ان الكريست قلنا لازم يكون معاك سي صحيحه تشتغل معاك. السي دي لو بصيت على الكريست هتلاقي كام؟ 100. فروحت جاي من هنا تمام؟ رحت موصل ايه؟ على الكباستور، وخدت من الكباستور الكابل ده رايح على ايه؟ الكريست، على الكريست بره تمام؟ الكريست رايح له كابل وراجع بكابل على الجراوند. ده الجراوند يا رجاله تمام، ده الجراوند. كل ده المواسير اللي زي دي مواسير توصيل، ايوه المواسير اللي زي دي مواسير عزل تمام. تمام؟ واضحه؟ يعني ما بين ده وده ما معزول تمام؟ بس كله متوصل بتحت ايه؟ بالارض تمام. ركز معايا تاني، بعد كده النقطه بتاع الكباستور على المقاومه سيرس، بعد كده على الكباستور تاني قبل المقاومه اهي 50 كيلو دي ليميت، بتعمل ليميت للتيار لو حدث يعني. وبعد كده على الكباستور كمان او سيرس على كام؟ 300 بيكو فراد. بعد كده على اثنين دايود تمام، ادي دايود واحد وده دايود ايه؟ الاثنين اللي تحت تمام؟ واضحه؟ الكباستور عنده نقطتين بدايود، ادي النقطه اهي دايود ودايود تمام؟ خلي بالك فيهم دايود رايح على ايه؟ اهو الكابل الاخضر ده اللي تحت، تحت ادي له صوره كده شوف واخده؟ واخده تمام تمام كده؟ بعد كده هطلع من المقاومه بقى من الكباستور على ايه؟ على اثنين سفير. ادي المقاومه اهي، المقاومه اهي والكباستور اهو، النقطه اللي بتجمعهم طلعت فيهم على سفير، على التو سفير اهو. فاي مشكله؟ واضحه الكونكشن؟ لو قال لك وصل او اشرح لي الدنيا وانا بستخدم العصايه دي ازاي في وقت لو حصل اي
العصايه دي تفريغ، ما بتستخدمش الا في التفريغ بس. يعني انت بتفضل ثابته كده بتفرغ الغذاء. باجي اشتغل بشيل بس باجي اشتغل اول ما اجي اخش لجوه لازم احطها عشان تفرغ. الهاي فولتج، الهاي فولتج كومبوننت ممكن يكون عليها شحنات تمام، ممكن كباستر مقاومه كورتين الهاي فولتج ترانسفورمر نفسه، ممكن اي شحنات ايه تبقى موجوده عليها. فانا بحطها بتعمل هي ايه الارضي، انت بتحطه كده على يعني بتعمل شورت على الهاي فولتج ترانسفورمر تمام. وقت التشغيل بروح شايله، وقت ما اجي قبل ما ادخل الكيج بروح حاطط الايه ايوه عشان تعيش شحنات. اتفقنا. كابلات السودا اللي على الارض دي كلها جراوند، كل دي جراوند طبعا، جراوند دي مليان في الدنيا ماشي. محدش برضه خد ايه، حد يسال اول عشان اخد عليكم الحته دي، حد يسال احنا عرفنا ليه الحاجات دي كبيره هاي فولتج وعزل والكلام ده كله تمام، ايه تاني؟ مش واخد بالك من الكابلات دي؟ انا على فكره والله بتاع الكاش الكابلات دي احنا مش خدنا في التجربه رقم 2 تمنع وجود الشارب اتش. يعني ما ينفعش الاسلاك الصغيره دي توصل أيوة. تمام، فلازم تجيب ايه اسلاك واللي متوصله بالكابل الكوره دي. الكوره بقى دي دي بتعمل بتساعد على انتظام المجال، يعني المجال يبقى منتظم بحيث ان هو يتوزع على ايه على الكابل نفسه تمام، بحيث ما تبقاش فيه ايه اي وسيله لان يحصل بريك داون. ما هوش مش صحيح تمام، ما هو صحيح الكابل ده في معانا اختلاف الكابل ده عند ده يا سيد هيقرا هيقرا من الامبير. طب هندسه ده ده جوه الكابل تخين بردك يعني ايه لازم ده على السطح على السطح الاي. انت واخد قانون الاي بتساوي في على الدي تمام، الاي بتساوي في على الدي، الفي ده اللي هو الابلايد فولتج اللي يعمل لك بريك داون تمام. على الدي الدايمتر، كل ما الدايمتر يكبر كل ما الايه كل ما الايه كل ما الفي تكبر، ما هي الاي ثابته. الفي بتساوي اي في الدي، الفي اعكسها بقى، الفي بتساوي اي في الدي تمام. فكل ما الدايمتر يكون كبير كل برضه ما الفي هتزيد تمام. فانت كبرت الايه الدايمتر بتاع الكونكشن ده ده تمام. فالهاي فولتج بيبقى شكله عامل كده في اللوف اهو مجوف، لو انت بصيت هتلاقيه مجوف مش هيبان من هنا بس هو يعني من الحته دي الدمى ده ده زي ما احنا شايفين بيبقى ايه لانه لو فولتج ما تفرق هي مول طيار مش كده ماشي. اتفقنا تمام. في حد عنده اي سؤال في التجربه؟ ابدا بقى ايه المسافات طبعا بتتغير من هنا، ببدا بقى بالسلايدر، السلايدر ده ابدا ايه اغير واشوف انت منتناش الكور اصلا الثلاث ولا كام المسافه ما بينها ايه هو ده هو الاستلس ايه ما اللي يفرق معاك. بصوا يا جماعه دي ده الجدول ده الستاندرد، دي الطريقه الرابعه تمام، ده الستاندرد تيبل اللي احنا بنقوله دي بتساوي 5 دي بتساوي 10 دي بتساوي كام 25 ده 10 اللي احنا شغالين عليها 10 تمام. هتلاقي في ال10 هتلاقي مساحه الاس مش عارف كذا 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 كذا، احنا هنشتغل عند 1.5 1 1.5 2 يبقى عند 1 عند 1 سم فين 1 سم اهو. هاجي عند عند ال10 هلاقي قيمتين، قيمه 1.7 1.7 الاثنين هنا واحد ده في الدي سي وده في الايه في الاي سي تمام واضحه. يبقى كده 31 بس عند ضيام عند تمبريتشر كام و وبريشر كام 20 و67 يبقى هنضطر عند 20 درجه سليزيوس يعني يعني كل الكلام ده عند ستاندر معين ل 20 و67. طب غير كده هنجيب الكوليكشن فاكتور. طب ايه التمبريتشر لا دي تجربه ثانيه خليك في الارض مش ده قيس درجة الحرارة وقيس الايه؟ البريشر. درجة الحرارة كام؟ ساعات بص هنا درجة الحرارة دي كام؟ 27 البريشر كام؟ البريشر 700 36 736 736 المفروض نعدي 736 736 هي المفروض الطبيعي 760 اسمحنا قلنا في ارقام جوه قلنا بس مش هنشوفه. تعالوا انتوا الثلاثه البريشر قلنا كام؟ 26 والتمبريتشر
بس ما تهز واقف هنا بعد ما واقف انت ازاي ترمي ودنك عندنا هنا كنت رامي وين صح بالراحة انا عايز ثلاثة دلوقتي واحد غير احمد طبعا هيقيس اللو هيقيس اللو انت خش يا جدعان ركز واحد هيقيس اللو واحد هيقيس من الكريست تمام واحد هيقيس ايه الملي امبير الملي امبير ده نقول القانون بتاعه على 2 اف س نجيب خلاص ده هضرب جذر 2 ده هتجيب اللو ضرب خطين نزل شوف جذر ايه في جذر 2 ركز بقى اعمل جدول كده يعمل شال ده كريستوف كيلومتر ركز بقى رجاله وايه واحد يشيل عصا انا مكاني كده امين يشيل عصا عشان بقى على براحتك واحد بقى يقيس هنا ماشي يلا واحد يقيس اللو بكام يركز في اللو بس واحد يقيس الكريست هو كده اللو ده متظبط صح يا رجاله ايوه ايوه تعال يلا بنخش يا بنخش قيس انت اللو بكام وقت ما يحصل بريك داون متظبط وانت قيس كريست اسمك احمد قيس يا احمد هنا انا كمان سنة بس اجيلك يا احمد يلا ركز هنا يا ابني ركز معانا ليه عايز اتفرج كام 74 76 77 78 حط العصايه 78 او 80 نسينا نحط نظبط الاول 1 سم بس اول كريست ما اتحركش ما هو مش هيتحرك الا لما يحصل بريك داون بصوا يا جماعة 1 سنتي 1 سنتي اللي هو نسمع 1 سنتي كده تمام الحته دي العمق ده 1 ونص كده تمام 2 مع المنصة عبد الرحمن هتبقى بلاطة زي دي بلاطة زي دي مربعة 2 في 2 تمام 2 ونص اهي معايا مكتوب عليها 2 ونص تبقى كده تمام انا هاخد دلوقتي كام 1 سنتي العصا محطوطة وخش يا احمد تعال معايا الاول خش كده واحد سم انا عندي واحد سم انت ايه ده بس ايه كده صح كده صح ايوه ركز يا جماعه اتفضل او 35 35 انا 35 امبير لو فولتج لو فولتج انت ايه لا بس ده امبير ده امبير ده فولت ده امبير اهو فولت يا فولت فولت ده انتوا مظبطينه فولت امبير ايه يا رجاله ركز يا رجاله ماشي تعالى على اي سي فولت اي سي 36 هندسة ما بيتحركش هندسة كريستا ما بيتحركش كريستا ما بيتحركش ما خدتش بالي بس هو متحركش ما بيتحرك عامل ايه ازود انا؟ حط العصاية حط العصاية بص انت هنا بص هنا بيتحرك كريستا بيتحرك لا دلوقتي كده ب 40 برضه ما اتحركش برضه هو بايظ ولا ايه هو ممكن هات الكريستا الصوت بقى يا جماعه جدعان ما تشدش بقى خليه هنا عشان يشوف يلا بسم الله ماشي هو لسه اول ما يحصل بريك ده ارجع تاني حط العصايه كده تمشي اه كده ماشي نركز بقى في الهيئات الرجاله يلا ركزوا يا جدعان عد من اول يا ابراهيم قلت يا ابراهيم الصوت بقى الناس اللي بتتكلم ورا او
كام هنا عندك؟ انا عندنا ولا وانت؟ انا 36 37. نفس الرقم. انا عايز حاجه جديده. ما هي الاكيد ما بيجيش، هو بيزيد ويقل مره. اقول لك اكبر رقم جابه؟ لا خلينا 36. بصوا ايه في الرينج ده يعني؟ بص ده كام الكريست؟ كام الكريست؟ 20 كيلو في جزر 2 يعني، اعمل له مثلا بتاع 23 مثلا. اه ماشي. بص 1 سنتي ماشي، 1 سنتي المفروض تكون 31.7. يا لو ده اختلفش كبير، اختلف هتبقى تبقى مختلف. 36 اضرب كده 20 في جذر 2. لا ده كام؟ اضرب كده في الموبايل 20 جذر 2. اضرب 20 في جذر 2. عايز الرقم دقيق تقول لي تقريبا. بعد كده اضرب في الكوركشن فاكتور. لا لا ده اللي لسه هضرب في الدقيقه واحده بس. 22 يعني 31 برضه هتضربه في الكوركشن فاكتور اللي هو 31. بقى هتضربه في الكوركشن فاكتور هتقل برضه، ممكن تنزل 29. طب الكوركشن فاكتور هيبقى كام؟ ما احنا شفنا قسنا البريشر قسنا التمبريتشر بقى. اعمله بقى، شوف بقى انت السعر بتاعك كام لحد ما كده. ايه مظبوط تمام اتفقنا. احنا تقريبا حط العصايه. حط العصايه هي كده خلاص. حط العصايه ابراهيم. حط العصايه. انا صح. ايوه بس كده ظبطتها. حلوه البيانولا دي، عيب عليه. يلا المفروض عند كام؟ 1.5. هتطلع لنا كام؟ سجل قيمه التيبل 1.5. هتبقى المفروض 45.5. هما بيعملوا اللي بيعملوا الحساب بيعملوها على الاسواق كلها. خلي بالك كل القيمه اللي انا بقولها لك 31.7 التمن 31.7 ده في الدلتا، ما تنساش ده في الدلتا يعني 31 وال 45 ده كله في الدلتا. ماشي معايا ولا ايه؟ بقول لك ايه، ساعه سنه كده طالع من سنه شمال. اعمل ايه؟ سنه شمال عايز. ماشي مره نصور بقى الحاجات دي كده. صور كل مره عايز. شايف هذا الشرارة هذا اللي جوه؟ 26 ستة وعشرين. ستة وعشرين ده؟ هو وصل 26. 26 الكريس 26 وانا عندي 60. ده وصل لواحد. وصل كام؟ وصل كام؟ وصل كام؟ يلا 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 تاني هتزود بقى المسقط تبقى أكتر. وعند انا 72 او 74. شوف الرقم اللي انت عايزه. قلت 72 كانت 73. انت تاخد افريج يا تاخد افريج. هندسه المفروض انت هترس. ماشي الاس اللي انت اختلفت دي اللي هي دي مع الايه؟ مع الاربع تجارب. مع الاربع قرايات. تمام؟ عند كل اس في ايه؟ اربع قرايات. عند كل اس في اربع قرايات. اتفقنا؟ Thank you.